السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخدكم برضك في جولة أخرى، نرجع لأيام الحلمية، نتفرج أو نسمع عن الحرف اليدوية اللي كانت الناس بتمتهنها في الوقت ده عشان تكسب رزقها منها. أول حرف من الحرف دي اللي هي مصورات المية، وده كان رجل بيشيل على كتفه كده كاميرا كبيرة وليها رجلين طويلة وليها غطاء أسود كده، يحطه في الجناين أو في الميادين ويصور الناس ويخش داخل اللي هو الايه الغطاء الاسود ده علشان يصورها، وكان طبعا بيطبع الصور وهو واقف قدامكم، ده قبل ما تعمل المحلات بتاعه التصوير اللي احنا بنشوفها اليومين دول. واحد تاني كان اسمه بياع الربابيكيا، او اللي بيشتري اللي هو بيعدي في الشوارع والحواري يقول ربابيكيا، واللي عنده حاجه قديمه، بنطلون قديم، بدله قديمه، جزمه قديمه، كرسي قديم، بيبيعه للراجل ده. وفي نفس الوقت كان في حاجه اسمها سوق الكانتو، سوق الكانتو تروح فيه تلاقي كل الاشياء القديمه، كراسي وترابيزات والحاجات دي وهدوم الى اخره. وفي كان راجل بيسن السكين، اللي بيسن السكين ده كان بيشيل على كتفه عجله ليها رجلين، وتحت الرجلين دي في حاجه كده بيتك عليها عشان تدور العجله، والستات من بلكونات ينزلوا السكاكين والسطور والحاجات دي كلها وتلف العجله، وفي حاجه كده زي حجر هو ايه بيحط عليه السكينه عشان ايه تستنى. طبعا غير البائع الجائلين اللي كانوا بيجوا يبيعوا البط والوز والفراخ والخضار والفاكهه الى اخره في البيوت. في واحد بقى تاني كان الرفه. يعني ايه الرفه؟ الرفه ده لما يكون عند الناس دي هدوم قديمه، زي مثلا عند الركبه البنطلون باظ، او عند القعده بتاعت الجسم البنطلون باظ، بيوديه للرفه ده. فالرفه ده بيقعد بابره وفتله رفيعه يحط حتة بنفس اللون من جوه علشان ما يبانش ان هو البنطلون ده مرقع قدام الناس. الحاجة التانية اللي كان بيسلك البلاعات، كان في البلاليع العمومية في الشوارع لما تسد في الواحد بيجي كده ويقلع هدومه وينزل في داخل البلاعات مع عن طريق الوزارة ويخش ايه يغطس تحت، يعني عملية غير آدمية بالمرة. وطبعا كل الأولاد كانوا بيقفوا يتفرجوا عليه لأنه كان ينزل عريان خالص. طبعا هل كان في تأمين صحة عليه؟ هل كذا هل كذا؟ الله أعلم. من ده حلاق الصحة. يعني إيه حلاق الصحة؟ لا، الصحة دي مهنة بدأت في الريف، اللي هو الشخص اللي هو عنده محل كده وبيطهر الولاد وبيطهر البنات، وفي نفس الوقت بيكتب كده حبة أدوية أي كلام يعني للناس موجودة إيه في الريف. طبعا كان بيعمل مشاكل كتيرة جدا في عند الناس دول. الدراويش المشعوذين والحجاب، يروح واحد كده قاعد في البيت وقافل على نفسه أوضة ولابس جربية مقطعة ولابس طرطور على راسه وخمسين سبحة على ايده ودخان وبتاع ده، ويقول لي انت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، انت جوزك بيحبك، انت جوزك هيطلقك، الحاجات دي كلها. كان بيبقى ليه بعض الصبيان قاعدين في وسط الناس اللي جايين له عشان يسمعوا القصص من الناس اللي داخل، يعني ايه عشان يقول لهم ان هو يعني هم يخشوا يقول لها تعالى يا ام فلانة وتعالى يا ابو فلان. ففتان تقول ازاي عرف؟ لان كان ليه واحد قاعد او واحدة قاعدة في وسطهم بتتكلم معاهم. صندوق الدنيا، صندوق الدنيا ده برضك صندوق زي اللي احنا بنشوف كده متغطي، ويخش الاطفال فيه يقعدوا على دكه تحت، والراجل بقى اللي هو بيشغل صندوق الدنيا في حبه مزيكا وراها وبيشغل حبه صور كده الشاطر حسن وست الحسنى والجمال وعنتر ابن شداد ومش عارف مين ومين، والاطفال بقى يقعدوا فرحانين كل واحد فيهم ايه يدفع مليم ولا مليم ولا نكله ولا تعريف الى اخره. يعني الارجوز ده برضك كان صندوق كده خشب، والراجل من وراه بردك اللي هو ماسك الأرجوز ده، يعني راجل وست كده مع بعض، وبعدين ايه هو بيتكلم بقى، الراجل بيتخانق مع الست والست بتتخانق مع الراجل. وطبعا ده كان شائع جدا جدا في مصر في الاحياء الشعبيه، او في اكتر في الريف اللي احنا بنتكلم عنهم. الحاوي ده بقى كان يجي ويعمل حركات كده زي السيرك، بس السيرك ايه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعه، يقعد نططوا وينطوا في الهواء وينزلوا الى اخره. وبعدين الحاوي ده كمان كان بيعمل عنده ناس بيجيبوا النار كده وينفخوا فيها ويحطوا مثلا حاجه كده زي ما تقولوا دايره كده من حديد يعني، ويخش فيها واحد منهم ينط فيها من الناحيه دي للناحيه دي ومن غير ايه النار ما تحرقه. الاخير اللي مش انا هتكلم عنه كذلك اللي هو الاوراداتي. الاوراداتي ده كان واحد بيمشي معاه بالرق كده
ومعاه قرد صغير يعني مسلسل كده، ويقول له وريني نوم العازب، وريني مش عارف مين، وريني كذا، وريني الراجل ما عندوش مليمتر مراته ولا ست لتر جوزها الى اخره. فده القردات كل المهن دي كلها كانت مهن جميله جدا جدا، وكانت بتخلي الاطفال يتجمعوا حواليها، والناس كانت بتكسب منها مبالغ محترمه يعني، على الاقل كانت الحياه رخيصه، وفي نفس الوقت الناس كانت بتحاول تجد اي فرصه تعمل او بتخلق لنفسها اي فرصه عمل ما بين الرفه ومصورات الميه واللي بيسن السكاكين واللي بيبيع على البيوت، وكل الحاجات دي كلها تدل على ان الفرد المصري كان بيبدع في انه يحاول يجد لنفسه اي وسيله للكسب الشريف علشان ما يمدش ايده للناس، بما فيهم الشخص اللي كان بينزل في بلاعه المجاري عريان ملط علشان ما اعرفش في اخر الشهر كان بياخد قد ايه من الحكومه في نفس الوقت ده. جزاكم الله خير، ولو عجبكم الفيلم شاركوه مع أصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.